يا مساء الخير، يا مساء أحلى عيد ميلاد بالحياة. جماعة مبارح كان خيال، مبارح كان خيال. مستحيل، يعني أنا قد ما خططت وحاولت وكذا إنه يطلع عيد ميلاد زي هيك، طلع يعني عشر أضعاف أحسن. فإن شاء الله ما بدي أحكي كتير، رح تشوفوا بفيديو اليوتيوب كل إشي صار مبارح. كان في فعاليات، كان في ربح كبير، كان في أشياء. فإن شاء الله على السبعة رح ينزل الفيديو عشان تحضروا وتشوفوا كل إشي. جماعة ما بحب أطلع وأشكر وأحكي هاي العادات والتقاليد بعد أعياد الميلاد، بس خلص واحد لازم يعبر عن مشاعره. فبس أحكي لكم شكرا هلأ عم تبعتوا لي وتعايدوا علي، بحبكم كتير. ولكل حدا اجى امبارح كمان انبسطت مع كل حدا، عملتوا لي أحلى جو بالحياة. وللي ما اجوا واعتذروا كمان، ما في مشاكل، بحبكم كتير. وبس آخر إشي بدي أحكيه، وهذا يعني عن جد من قلبي نابع. وايت هول أنا بحبكم للأبد، خلاص أنا للأبد بحبكم. أول مرة بيكون عندي مشاكل الكونتنت الفائض. يعني هاي جديد علي، عندي ترانزيشن 2 فيديوهات بجننوا، مش عارفة وين أروح فيهم. يعني بزبطش ارجع انزل ريل، فبدي انزلهم تيك توك، بس والله كتير قوايا. خلاص مش مشكله، بننزلهم تيك توك، رح انزل هلا فيديو تيك توك.